اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك استاذه خوله. خلينا بالبدايه ناخذ من حضرتك شو بنقصد بالضغط النفسي اللي ممكن يصيب اي شخص فينا، ولكن احنا عم نخصص فيه اليوم الرجل. اول شغله يسعد صباحكم. صباح. يعتبر الضغط النفسي من الظواهر السيكولوجيه المعقده عند الانسان، بيتجلى بالوسط اللي بيعيش فيه. للضغوط النفسيه انواع، ضغط طبيعي، ضغط اجتماعي، ضغط اقتصادي، ضغط مهني، وضغط صحي. بيتجلى شعور الضغط النفسي عند أي إنسان مو بس الرجل بشعور غير محبب أو ضيق أو شعور بعدم الرضا، الظلم. هذا الشيء بيمس السلام الداخلي للإنسان، فبينعكس على اضطرابات، بيظهر بشكل اضطرابات ويعني تضطرب سلوكه. تمام. وبيختل توازنه النفسي للإنسان. تمام. منحسه هذا الإنسان هو ما أنا مرتاح. يعني بشكل عام هلأ اليوم ما في حدا من اللي عم يتابعنا ما عم يقول كلنا ما أننا مرتاحين. صحيح. كلنا مضغوطين، كلنا حاسين يمكن بالضغوطات النفسية والمعيشية أكيد الصعبة. كيف فينا نوصف حالة الرجل تحديداً بظل كل هاي الضغوط، وخاصة خلينا نقول الضغوط المعيشية أو الاقتصادية اللي عم نمرق فيها؟ نحن الرجل من المعروف بمجتمعاتنا أنه هو اسمه العائل. بظل هاي الضغوط الاقتصادية هو عم يتعرض لضغط خارجي، وحصراً الضغوط اللي عم يتعرض لها بتشمل عدم كفاية الدخل أو عدم كفاية الإنتاج، فهذا عم يخليه تحت ضغط نفسي. تمام. يعني بيضل مضغوط، بيضل حاسس حاله مانو رايق، مضغوط، في شعور ضاغط على نفسه، دائماً متوتر. هذا الشيء اللي بيخليه يعني لأنه هو عائل حسه دائما صفنان، تفكيره مو معنا. تماما. وشو التبعات النفسية اللي ممكن تنعكس عليه؟ ممكن نشوف هدول الأشياء، ممكن يتفشش بمثلا الزوجة، الأولاد، نشوف تصرفاته بالشغل مو طبيعية. هل ممكن يأثر هذا الشيء على الحياة العادية بشكل يومي؟ هلأ دائما من تبعات الضغط النفسي، أول شيء نشوف الآثار النفسية للضغط النفسي. أول شيء تعالوا كلياتنا نتفق إنه الإنسان ما بيدرك الواقع من بكما هو الواقع، إنما بيدرك الواقع من خلال تجربته النفسية. بالتالي لما بيكون الرجل عنده مشكلة ما بحياته الشخصية وهو منكفئ على ذاته، هو ما بيبوح، هاي المشكلة بتتضخم. يعني هو الأنا تبعه والمشكلة هيك حجمها تتضخم. هذا الشيء بيؤدي لوساوس، لهواجس، بيؤدي لانهزام داخلي. أفكار بتاخده وبتجيبه. تماماً. هذا الانهزام الداخلي ممكن يؤدي للإدمان، يؤدي لإدمان الكحول، إدمان المخدرات، لبعض الأمراض النفسية أو العقد النفسية. تمام. بظل هاي الظروف ما رح يقدر يأدمن على شيء. ومنشوف يمكن سلوكيات غير محببة عند الرجل مثل ما قلنا أو عادات خاطئة. نحن سألنا الناس عن هذا الموضوع وسألناهم كيف الرجل هو، شو الشغلات اللي ما بيقدر يعبر عنها أو هو ما بيقدر يحكي عنها، وكاميرا برنامجنا سألت أكيد الناس بالشارع السوري كيف ممكن يواجهوا الرجال الضغط النفسي، وبنفس الوقت كيف ممكن باقي الأسرة إن كان الزوجة أو الأبناء يتعاملوا مع هالموضوع للمساعدة بتخفيف هالضغط. خلونا نشوف شو كانت الآراء والإجابات. كيف بتخفف الضغط النفسي عنك؟ بخفف الضغط النفسي عني قراءة شوي، نفكر بشغلات حلوة، بتخيل مستقبلي مثل ما بدي. هلا بهذا الوضع بصراحة ما بيتخفف بالمرة، ضغوط النفسية بدها تضل يعني مستحيل تتخفف. بغير جو. كيف تغير؟ بمشي، بلعب رياضة، هالقصة. إذا شفتي أخوكي أو أبوكي متضايقين أم عصبين، شو بتعملي لحتى يروقوا؟ شو بعمل لحتى يروقوا؟ بخفف عنه، يعني ممكن حاول بالحكي حاكياً أو شيء. أول شيء بسأله إنه ليش متضايق، وبعدين إنه بحاول إنه ساعده بشيء أو إنه هيك يحسن من نفسيته. أكتب إنه هيك ما بقدر. إذا كان معصب دغري بتسألي؟ لا مستحيل، بتركه لحتى يروق بعدين بسأله. طلع مشوار ممكن، أو بسأله شو بو، بحاول أفهمه مشان روق عنه قد ما فيني، خفف عنه. أو إذا كان عصبي بحاول أتلافه. في ناس بتحب وقت تكون متضايقة تقعد لحالها تتوحد، ما بتحب حدا يشاركها أو هيك. بحاول أفهم الموضوع لساعده. هلا أنا بالنسبة لي لا، بتركه شوي لحتى يروق، بعدين أنا بحاول أسأله شو في، إنه شو المشكلة أو شيء. وإذا يعني ما حب يحكي لي إنه هيك بطلع معه مشوار أو بقترح عليه شيء هيك بيسلم نعمله سوا أنا وياه.
مثل ما شفنا تعددت آراء الناس، وخاصة إذا سألنا بعض الصبايا أو حتى الستات كيف ممكن يخففوا من ضغط النفسي إن كان بالنسبة لرب الأسرة أو حتى الأخ أو حتى الزوج. نحن كيف نقدم بعض الأساليب المهمة لحتى نساعد الرجل بتخفيف والضغط النفسي اللي ممكن يصيبه، وخاصة إنه نحن بنعرف الرجل ما بيصير يبكي ما بيصير يبوح، لازم دائما في عنده كتمان ويحل المواضيع بدون ما يدري العيلة ويكون هو محط نظر وضعف بالنسبة للأسرة اللي هو فيها. الوسيلة الأساس لمساعدة الرجل وجود شريك، مو بس زوجة أو أولاد، أي شريك هو بيثق فيه قادر إنه يبحله، نحن هم نقدر نساعده. طبعاً المفروض تكون تتوفر صفات بهذا الشخص لحتى يحكي الرجل أو يبوح. أولاً أنا لما بدي أحكي مع شخص موضوعي ما بيصير، أنا لما بدي أحسه إنه هذا الشخص ثقة يتأول لمناحي أخرى أنا ما بدي إياها تتجه اتجاهه. تاني شيء الوعي أو نمط الوعي بمستوى الحوار، الوعي الثقة هي اللي بيخلي الرجل يحكي ويبوح، لأنه نحن ما بيكون في عنا شخص نحن منبحله ممكن يورجينا شيء يعدل الصورة نحن ما لنا شايفينها، لأنه نحن قلنا مندرك الواقع من خلال تجربتنا النفسية. فبالتالي الشريك الواعي يلي نحن بدنا نبحله هو الشخص يلي بيساعدنا لحتى نحن نقدر نتخلص من هذا الضغط النفسي. تمام. طيب أيام الزوجة ممكن تلح كثير على زوجها، يعني هي تسأله أول مرة ما يجاوبها، ترجع تسأله ثاني مرة ما يجاوبها، يكون هو عن جد ما أنه يمكن قدران يحكي أو ما أنه حابب يعبر عن هذا الموضوع. الإلحاح على الكلام أو المصارحة ممكن يلعب دور سلبي بهذا الموضوع؟ تماما. هون نحن بدنا نختار الأوقات يلي لازم الرجل نحن بنعرفه أنه هو هون بيكون مرتاح. يعني مثلا مو معقول أنا يكون زوجي جاي من الشغل وهو متعرض لضغط معين برا، أول ما يجي حس أنا أنه من جسده من لغة الجسد أنه هو مزعوج، قال له شوفي 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 هذا غلط، أو أثناء الطعام مثلا شوفي شو صاير معك هذا غلط. المفروض نحن ننتقي الأوقات المناسبة لحتى يحكي الرجل فيها، يعني بعد عن أوقات بعد المجيء من العمل أو قبل النوم كمان مو صحيح، يعني وقت يكون هو في رايق لحتى يخلق يخلق جو ينفصل فيه عن الخارج. تمام. هون نحن ممكن نسأله. وفي شغلة حابة أضيفها، أنه في رجال طبيعتها ذو مرجعية داخلية، يعني هي طبيعتها كتومة، هي طبيعتها ما بتحكي تماماً، فهي منلاقيها عند الشعراء عند الكتاب ذو مرجعية داخلية ما بيحكي، طبيعته ما بيحكي. تمام. وبهذا المجال أكيد بيأكد خبراء علم النفس والعلاقات الأسرية على أهمية اختيار وقت مناسب للحوار مع الزوج، وبيقدموا للزوجة مجموعة نصائح مهمة رح نتعرف عليها سوا بهالإنفوغراف. استاذة خولة، امتى ممكن الرجل يوصل لمرحلة الصمت وعدم البوح والكتمان؟ عندما يشعر بالعجز، عندما يشعر بفقدان الثقة بالشريك. بهي الحالتين الرجل لما بيشوف انه ولا حل ممكن يخليه ممكن يساعده يصمت الرجل عندما يعجز. تمام. هون لازم دائما تنتبه ست البيت على هذا الموضوع لحتى ما يوصل الرجل لهي المرحلة، ودائما تعطيه مساحة، يعني إذا سألت وما جاوب فهو تستنى لحتى يرجع هو ويصارحها، يحكي لحاله، يكون فصل نفسه عن الخارج، أخذ مساحة بينه وبين نفسه،
ارتاح من الضغوط الخارجية. الوعي، وعي المرأة بطبيعة السيكولوجيا تبعيد زوجها هو اللي بيخليه ما يوصل لمرحلة يصمت أو يشعر بالعجب. هلأ هي بتخاف أوقات أنه إذا كان في كان كتومة زيادة معناتها في مشكلة أو في قصة، فهون هي لازم تدور على القصة وتعرف شو سببها. صحيح، بتحاول يمكن تدور على القصة لحتى هي تريحه. خلينا نعطي نصيحة لكل السيدات اللي هلأ عم يتابعونا بحال بهاي الظروف الصعبة، كيف لازم يتعاملوا مع شريك حياتهم؟ أول شيء المفروض يكون في مرونة بحياتها بالتعامل مع الزوج، ووعي وتعاطف، وتكون يعني العلاقة بيناتهم أخذ وعطاء. مثل ما يعني مثل ما هو عم يعطيها من وقته برا ومن جهده لهي الأسرة، هي تعطيه الاحتواء، التفهم والحب. فإن شاء الله يا رب كل نسائنا وكل سيداتنا بيكون في عندهم هذا النوع من الوعي. إن شاء الله يا رب. الختام ما ضل غير نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتيها. يسعد صباحك، أهلا وسهلا.